إذا مساء الخير لكم جميعا أعزائنا الطلاب. اليوم إن شاء الله راح ننتقل إلى الوحدة الثانية بكتاب الفيزياء. طبعا هذه الوحدة تتكلم عن المادة والحرارة. إلى الشكل في الطبيعة نلاحظ تشكل قوس قزح رائع جدا. طبعا قوس قزح تكلم أو الصورة تتكلم عن قوس قزح، وهو تشكل أو ألوان الطيف أو ألوان الضوء الأبيض القادم من الشمس وتحللها بواسطة قطرات المطر أو قطرات الندى الموجودة في الجو، ويظهر لنا ألوان الطيف الذي يبدأ من الأحمر وينتهي بالبنفسجي مرورا بالأصفر والأخضر وهكذا. الآن المادي، هذه الوحدة تتكلم عن المادي والحرارة. طبعا تتألف هذه الوحدة من عدة دروس. الدرس الأول هو التوتر السطحي، الدرس الثاني يتكلم عن اللزوجي، والدرس الثالث يتكلم عن الحرارة والطاقة الداخلية، الدرس الرابع يتكلم عن الطاقة الحرارية وكيفية قياسها، الدرس الخامس حرارة الانصهار وحرارة التبخر، والدرس السادس يتكلم عن الرطوبة الجوية. نبدأ الآن أعزائنا الطلاب بالدرس الأول تحت عنوان التوتر السطحي. التوتر السطحي يعرف التوتر السطحي من خلال ظواهر طبيعية ومن خلال تجارب. طبعا نتعرف على التوتر عن او على التوتر السطحي من خلال ظواهر طبيعية ومن خلال تجارب. نفسر في هذا الدرس ظاهرة التوتر السطحي، كذلك نقوم بتجارب تبين قوى التلاصق وقوى التماسك. نفسر هذه الظواهر اعتمادا على التلاصق وقوى التماسك. نعرف طلاب زاوية التلامس، و من خلال التجربة نتكلم أو نتعرف على الخاصية الشعري. ويمكن في نهاية درس التوتر السطحي أن نفسر بعض الظواهر اعتمادا على الخاصية الشعري. ننظر إلى شكل قطرات المطر طلاب على ورق الأشجار. قطرات المطر كيف تكون هذه القطرات بشكل كروي على أوراق الأشجار. لاحظوا بشكل جيد وجود قطرات المطر الصغيرة والكبيرة. نعم هذه قطرة بشكل يعني شكلها شبه كروي، هذه القطرة كذلك. إذا يمكن أن نشاهد قطرات المطر العالقة على سطح أوراق النباتات وأوراق الأشجار. هذه نعم القطرات تكون بشكل شبه كروي. فإذا أن قطرات المطر الكروية المتساقطة ورأيت إبرة الخياطة تعوم فوق سطح الماء، انتبهوا يمكن أن نشاهد إبرة الخياطة تعوم فوق سطح الماء. إذا وضعت بحذر على الرغم من أن كثافتها أكبر بثمان مرات من كثافة الماء، يمكن أن نضع إبرة الخياطة بحذر شديد على سطح الماء. طبعا بعد أن نكون قد يعني ألبسنا هذه الإبرة بطبقة من الفازلين مثلا، يمكن هذه إبرة الخياطة أن تطوف على سطح الماء. طبعا ويمكن لبعض الحشرات الصغيرة أن تسير على سطح ماء بركي كما في الشكل. انتبهوا إلى هذه الحشرة تشبه البعوضة. هذه الحشرة نجد أنها تطوف على أو تسير على سطح الماء، سطح ماء بركي أو ساقي. كل هذه الظواهر الطبيعية طلاب تقودنا إلى تعريف أو شرح التوتر السطحي. لو أخذنا بعض المشاهدات اليومية، عندما نضع إبرة بعد تشحيمها أو دهنها بالفازلين، إبرة خياطة يمكن أن تشحم وتضع عليها الشحم أو ندهنها بالفازلين أو دهن القطن نحن بنسميه، نعم،
ونضع الإبرة على قطعة صغيرة من ورق الترشيح، ثم نضع الورقة والإبرة على سطح الماء. نجد أن ورقة الترشيح تغوص في الماء في حين تطفو الإبرة على سطح الماء. معنى ذلك أن سطح الماء يسلك كما لو كان غشاء مرن، يعني سطح الماء عبارة عن غشاء مرن. الظاهرة الثانية عند وضع قطرة من الزئبق على لوح زجاجي، قطرة من الزئبق، الزئبق هو معدن سائل في درجة الحرارة العادية. عند وضع قطرة من الزئبق على لوح زجاجي، هذه قطرة الزئبق تأخذ شكل كروي، وإذا قسمنا القطرة فإن القطرات الزئبق الصغيرة كذلك تأخذ شكل كروي. المشاهد الثالث طلاب، قطرة الماء تسقط كروية الشكل، قطرة الماء تسقط كروية الشكل. لاحظوا طلاب إلى الزئبق، الزئبق نلاحظ بأن قطرة كبيرة وقطرات صغيرة، هذه القطرات تكون بشكل كروي. انتبهوا، هذه قطرة للزئبق كبيرة، جنبها قطرة صغيرة، هذه القطرة الصغيرة. إذا عندما نضع قطرة من الزئبق على لوح زجاجي، هذه القطرة تأخذ شكل كروي سواء كانت كبيرة أو قسمناها إلى أجزاء. قطرات المطر طلاب كمان تسقط بشكل كروي، بشكل كروي. بعض هذه المشاهدات، طبعا لدينا مشاهدات كثيرة في الطبيعة. أخذنا الإبرة بعد تشحيمها يمكن أن تطوف على سطح الماء، لاحظنا أن قطرات الماء تسقط بشكل كروي، لاحظنا أن قطرات الزئبق عندما توضع على لوح زجاجي تكون بشكل كروي. من هذه المشاهدات في الطبيعة نستنتج أن قوى التوتر السطحي هي قوى انكماشية، قوى التوتر السطحي هي قوى انكماشية تؤثر على جزيئات سطح السائل في الاتجاه العمودي على السطح نحو باطن السائل، أي أن سطح السائل يعمل كغشاء مرن مشدود. إذا داخل السائل، في داخل قطرة السائل هناك قوى توتر سطحي، وهذه القوى تكون انكماشية. هذه القوى تؤثر على جزيئات السائل الموجودة على السطح. نعم، يعمل سطح السائل طلابنا بشكل مرن مشدود، يعني كغشاء مرن مشدود. سطح السائل يقاوم اختراق الأجسام الخفيفة له، سطح السائل يقاوم اختراق الأجسام الخفيفة له، يأخذ الشكل الكروي الذي يتمتع بالسطح الأصغر. إذا أعيد، قوى التوتر السطحي هي قوى انكماشية تؤثر على جزيئات سطح السائل في الاتجاه العمودي على السطح نحو باطن السائل، أي أن سطح السائل يعمل كغشاء مرن مشدود. ثانيا يقاوم اختراق الأجسام الخفيفة له، نلاحظ أن مثلا ريش الطائر لا يمكن أن تخترق الماء. نعم، يأخذ الشكل الكروي الذي يتمتع بالسطح الأصغر.